عليك ايامك سعيده، كل عام انت بخير من العيدين ان شاء الله. الله يحفظك ويحفظ العراق كله. كل عام انت بخير، صحه وعافيه. تفضل تفضل، اهلا وسهلا. مسيحيين احنا نسميهم ملح الارض، مكون اصيل في بلدنا وشعبنا. الآباء والأجداد كانوا لهم إسهاماتهم في بناء الدولة، وإن شاء الله وجودكم في هذا البلد هو عامل قوة. يعني إحنا نعتز بهذه باقة الورد اللي نسميها كل الأطياف في المجتمع العراقي. الحكومة حريصة أنه تتواصل مع كل الأطياف وخصوصا الأخوة وأعزائنا المسيحيين في هذه المناسبة الكريمة، فحبينا نزوركم ومن خلالكم نقدم التهنية. أنا دائما حريص على التواصل مع الأخوة المسيحيين. كنت أذكر كنت محافظ في ميسان الأخ جلال دانيال، نتواصل وياه. العام شاركنا الكنيسة القداس اللي صار، بس يبدو هالسنة بسبب أحداث الحمدانية وتضامن مع الأوضاع في غزة أكو في التأجيل لهذا القداس. حبينا نزوركم. أهلا وسهلا. شكرا بجيتك. شكرا بجيتك حبيب قلبي. الله يبارك حبيبي حبيبي. صار لك جيت هنا. هذا أنا من 68 بهذا البيت. ما شاء الله. من 68 بهذا البيت. نحن أصلي أنا كرادي. من كرادة. من شارع أصفر. كرادة. هناك يعني ولدنا هناك وهناك عشنا. وبعدين جينا هنا. وين كانت وظيفتك؟ أنا كنت مكتب الخالد، شركة الخالد للتجارة والمقاولات. قطاع خاص. قطاع خاص. إيه كلها قطاع خاص. كلها قطاع خاص. بعدين عسكرية. تقاعدي. عسكرية وعندي تقاعد. جيد التوقيع. حد لدنا. جيد. 400 و450. من الصندوق التقاعد. إيه من الضمان الاجتماعي. من صندوق التقاعد. قريبا راح نزوده هسه شوي. إن شاء الله. نحن نريد الشعب العراقي يفرح. والله الشعب العراقي يفرح أهم كل شيء. احنا فرحانين. احنا مهمتنا وواجبنا شلون نخدم الشعب العراقي ونفرحه. ايه وقاعد نعمل بالممكن ان شاء الله. يعني هم يفرحون نحن نفرح. اكيد اكيد. ومليت ربك بيت. انا خريجه بس ربك بيت. الحمد لله الحمد لله. هاي المهمه الاعظم. بيت والعائلة. أصغر شاقة لا تقولها. عليكم السلام. السلام عليكم. احنا قلنا لازم نزورك. نور البيت بي. نور نور البيت بي. حياتي. تسلم لي. أخوي على ابن خلي. يعني شاكون. جيتك خير. السلام عليكم. هاي أول مرة بتاريخ العراق كله يجينا يمك. تجي انت. بالعكس خدمتكم. الله بخير. الله بخير. شلونك فرحان؟ صدق كذا والله ما أصدق. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. الله الله يعيد عليك. ما أصدق. والسلامة. أشوفك بس بالتلفزيون. وين شغلك هسه؟ أنا بالكهرباء. توزيع كهرباء المركز. المركز. شلون الشغل؟ والله الحمد لله الحمد لله. والكهرباء مين عم جودكم أكو بيها مكروه إنه التغيرات صارت بيها بال. إنتاج التوزيع أكو يعني أحسن من سنوات الفاتت. الحمد لله. ملحوظة يعني شغلات ملحوظة نشوفها. الجباية عليكم؟ الجباية لا أنا توزيع بس الجباية همين يعني عندي وياهم دائرتي هي صايرة بالجباية فهمين مرات نشوفهم يعني مواطنين يجون يدفعون القوائم وهذه وأكو تغير يعني حتى الناس بتحكي على الكهرباء انه ساعات تجهيز اكثر والمولدات يعني صارت ارحم من قبل شويه بالتجربه سويتها مال ساعات المقياس هذا تمام الحمد لله خطوات كلها جيده موظف حكومي كنت لو قطاع خاص اهلي وياي كنت بشركه الخالد للتجربه وياي نفس الشركه اي فهو احنا زيدنا الراتب التقاعدي مال الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص صارت زيادة بس هسه على القانون الجديد راح تتغير المعادلة يعني إن شاء الله همسة زيادة الضمان ما متغير يعني هذا القانون دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر فهذا راح يحسن من الراتب التقاعدي وهم الولد يعني هسه الولد أنا سألت عليهم قطاع خاص دفعون الضمان مو
ياخذوا من عندك من الشركه. عندي ضمان صحي هم انا بالاضافه الى الضمان الاجتماعي ونفس القانون. بس المعادله مال الضمان الاجتماعي ما اعرف يعني هسه جديده راح تطبق. يعني تضمن حقوقك و صار لي 15 سنه تحسن من هاي ال 15 سنه كلها بالشركه وتدفع بها ادفع بها هو هذا اللي نريده. لانه للاسف قسم من العاملين بالقطاع الخاص يتهربون من الدفع. دفع الاستقرار وهو الصالح ما يدرون. شلون خدمات المنطقه؟ زينه زينه يعني ابني سرمد يقول دي اسوي الرجال دي اسوي الرئيس دي اسوي هذا سرمد يجي كل وقت يقول لي يداوم مدينة الصدر مدينة الصدر يداوم يجي تحمير شارع الدكتور اللي تصير الحمد لله ان شاء الله العراقيين بيهم البركه يقدرون يبنون ويقدمون الافضل لبلدهم ان شاء الله. رفقنا ونورتنا على راسي.